دولة دول غدا يا عم اهو. هات يا سيدي هات. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ ده قشر يالا. جايب قشر؟ لا دولة ما هو في انا سايب لك شوية لب جنب القشر. سايب لب؟ انت كلت اللب؟ ده قتلك يالا. انت كلت اللب كله يالا؟ معلش يا دولة بقى ما هو الكيس غوانة يا دولة. لب ورا لب معلش. لب ورا لب انت هتعمل لي فيها اغنية يالا؟ كلت كيس لب كامل ربع كيلو كولته في السكه وانت جاي. لا يا دوله في السكه ايه يا دوله، انا كنت بقزقز زي البغبغان وانا جاي في السكه وبعدين رحت بقى حاولت على القهوه كده وقعدت بقى في القهوه. اسكت، مش احنا عملنا سباق انا والواد حته وانا اللي سبقته بالقزقزه ده ايه؟ ده انا كنت فريره وانا بقزقز. عمال بتلعب وعامل سباق انت وحته. ده انا هفرجك يالا، ده انا هفرجك ولا مخصوم منك تمن يالا. يا دوله ليه مخصوم بقى؟ انا ما بحبش اللب اصلا. بكام دول؟ ب 10 جنيه. ماشي، مخصوم منك 20 جنيه يالا. امال ايه؟ مش اللبايه بتبقى واحده؟ بتعملها ايه؟ ما بتقشرها مش بقى اتنين؟ ب 20 جنيه خد ال 10 جنيه. هو ايه اللي مالك؟ خد 10 جنيه امسك. روح هات لي ربع كيلو كمان وبسرعه يا ده عشان عايز اتغدى وعلى الله تمد بقك على اللي بقى منهم يا ده رمزي. ماشي يا دويت. طب ما تبحبحها شويه. بحبح ايه؟ انا لسه ما خلصتش اسئله. ها؟ عشان اضمن انك انت مش هتاكل اي حاجه. ايه هتعمل ايه؟ تعالى يا هات لي بقك هنا يا ايه؟ هات بقك هنا يا ماشي يا دور. هات بق انت هتاكلها اقفل بقك وهاته. بس كده ضمنت ان انت مش هتاكل ولا لبايه. يلا. تقول للراجل بتاع الميلة ايه؟ خد ربع كيلو لب سوري. يلا. افرض الراجل ما بيعرفش يقرا. هات هات هات، ما انا مش ناقصه غباوتك. ادي شكل اللبايه اهي وادي ربع اهو كده هيفهم على طول. يلا. افرض الراجل ايه تاني؟ ما بيشوفش؟ وايه اللي يخليه يبيع لب سوري؟ يلا اجري يا اجري يا اجري. ولا سيب ده، روح يلا. خد تعال 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 تعال. بتبرطم بتقول ايه؟ ما بتقولش؟ بحسن. ماشي. عليا يا جني اللي عليا كل شويه كنس كنس. تعبت. جرايا رانيا مش كده بقى، حرام عليك. ايه بنت مالك عامله كده ليه؟ يعني مش معقوله يعني حد يرمي قشر اللب كده على الارض. اكيد انا ما رميتوش يعني، وقع غصب عني. انا ظهري اتقطم في الشقه دي من كتر الكنس. خلاص استهدي بالله كده، استهدي بالله واقعدي ريحي. تعبت. تاخدي ازقوزه؟ انا هاخد ازقوزه بس عشان اثبت لك ان مش كل الناس بتحب اللب. يا بنتي دي حبايته حلوه ولذيذه وكده وطعمه. ايه رايك؟ لا ما انا مش هحكم عليه يعني كده من ازقوستين بس، انا ارى على وجهك السعاده والامتنان. طب هاتي الطبق كده عشان اعرف احكم عليه بمزاج. وانت لازم تحكمي والطبق كله في ايدك؟ ايوه، امال احكم ازاي يعني؟ طب هاتي حبه. سيبيني احكم براحتي. خد يا معلم، سعر ورق الباردي اللي انا خدته المره دي اغلى من كل مره. ولا غالي ولا حاجه. انت قلت لي اللب ده اسمه ايه؟ اسمه لب سوري يا معلم، يعني هات حبه دول. بس معلش بقى يا معلم، يعني انا هاخد بالسعر القديم. ها استاذ عادل، والله ما ينفع. انت قلت لي اللب ده اسمه ايه؟ لب سوري، هات حبه بقى. كلمه كمان هطردك بره البازار. ماشي، هات حبه وطردني. حبه بس. ها ايه بقى؟ قلت ايه يا معلم؟ موافق طبعا. حتة هات شوية لب حتة. لا معلش يا رمزي. معلش على قدي. حتة احنا اصحابي. حتة هات شوية حتة. لا دول امانة من صاحب القهوة. ياه انا نسيت اجيب. ايه ده بجد نسيت؟ افتكرته. روح هات بقى. حته طب هات شويه لب كده هون، وانا بقى الشهر الجاي لما اقبض هشتري لب كتير وهديك شويه. اديني شويه. يا حته بقى. لا مش هديلك. حته بقى. ما تعيطش يا رمزي، ما تعيطش، انت حبيبي وصاحبي. طب انا جدع ازاي؟ افتح ايديك الاثنين.
خد سلي نفسك بدي. وقعت في بقي، هات شوية بقى تاني. خد. الله شكرا لحتك. بقول لك ايه؟ نعم. تيجي نعمل سباق؟ يلا. مش معقول زق 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 زق، انا حاسه ان انا عايشه في جنينه حيوانات. انا مش فاهمه لحد دلوقتي انت زي ما وقعتيش في غرام وحب اللب السوري. يا حبيبتي دي اصلا ما عندهاش احساس ولا تستطعم حاجه خالص، ده الذ حاجه في الدنيا. ادعوا بقى للي علمه لكم. ها الله حبيبي يا رب يخليكي عادل يا ابني ويجعل لك في كل خطوه لبايه. الصراحه يعني انت عملت معانا الصح. ادي حبه لب. انت الحيطه خلصتوا يالا؟ دول حبه صغيرين. نهارك اسود ومنيل، انت بتاكله بالقش يا زفت؟ بطنك هتوجعك وهتتعب وانا اللي هشحطط بيك. يا ريت بطنه توجعه عشان تتشحططي بيه فيروح المستشفى ما يرجعش. الهي تنشكي في لسانك يا سناء. الهي تنشكي في لسانك، انت وابنك وانتوا الاثنين تروحوا المستشفى وانتوا الاثنين ما ترجعوش. كفايه شك، كفايه شك، كلهم ساكتين. الهي تنشكي انت كمان. ما تبس يا بت. الله. يا جدعان يا جدعان، انا قلت 100 مره بعد اذنكم محدش يرمي لب على الارض، شيله في ايدك وارميه في الباسكت. لب لا 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 لا. خد يا ده حته. يلا ايه انت عامل دوشه ليه يا استاذ عادل؟ ما ينفعش كده يا استاذ عادل بقى. هو ايه ما ينفعش؟ ما ترموش على الارض يا استاذ عادل. يا ابني اللب حلاوته انك انت تقشر وترمي على الارض. بجد والله حلاوته في كده؟ اه يعني انا ايه ده كل الفتره دي باكل لب غلط؟ طبعا ده ظلم يا استاذ عادل ده. يا ابني الزبون ده مع حق. طب يا جماعه هتكل على الله. سلام عليكم. عادل بليز حبيبي بليز ما تنساش تجيب لي الربع كيلو اللي انا طلبته منك من اللب السوري. ها حاضر يا حبيبي. وانا كمان يا عادل هات لي 5 كيلو. 5 كيلو حاضر يا ماما حاضر. وانا يا بابا بص هات لي ب 10 جنيه لب. ها ماشي. وانت يا واد يا عنتر اجيب لك لب؟ اخده سؤال ما يسالش. انا بعت فردتين الكاوتش اللي مكمرهم من ابويا علشان اللب. كلام البلدي اللي انت بتقوله ده. اف عادل من فضلك بقى انا عايز 13 كيلو. 13 كيلو؟ ايه ده تعملوا ماشي؟ رانيا احسبي انت. ما تقلقش هكتب لك كل الطلبات واكلمك على التليفون اقول لك عليها والم الفلوس كمان. اوكي يلا باي باي. باي باي. ها نسيت بقى. خدي يا حبيبتي يلا اكتبي. خلاص بقى مش هفضل مذلول كده الدور على طول. لازم اخد حقي بايديا. رمزي انت زف. ايه ده الخزنة مفتوحة؟ رمزي تعال. انت شفتني؟ انا ماسك. تعال تعال. وبتقزقز بصوت عالي جدا. اوعى 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 اوعى. حرامي تسرق الخزنه، تفتح الخزنه وتسرق كيلو لب كيلو. معلش يا دوله بقى معلش، ما هو الادمان ملوش امان يا دوله. هات شويه هات شويه. انا احبسك يا رمزي احبسك. تحبس ابن عمك؟ ده انا احبس عمي نفسه. لب كيلو كامل يالا بتسرقه يالا. انت عارف انا مش هتبلى عليك، انا اقول للحكومه الحقيقه ان الاستاذ فتح الخزنه وسرق كيلو لب سوري. لا لا يا دوله لا ابوس ايدي. بس بلد ارحمني يا دوله. طب ودي عقوبتها ايه دي؟ عقوبتها سنه مع الشغل والتسالي. اه وعارف بقى المجرمين اللي حواليك هيبقوا ايه؟ هتلاقي المدمنين كلهم، مدمن الترمس على مدمن الحمص، ولو ربنا كرمك بقى وبعت لك مدمن كاجو. خليك انت التسالي. يا ترى ايه اللي اخرك لغايه دلوقتي يا عادل؟ جيب العواقب سليمه يا رب. ما تتصلي بيا يا رانيا. ما انا بكلمه يا حماتي موبايله غير متاح اعمل ايه؟ ازاي غير متاح اذا كان بيرن في ودناتي اهو. يا سلام. اه تعالي شوفي. اه فعلا بيرن وده رقم عادل. اه
ده ما بيردش. لكن هيرد عليا انا امه. هاتي. هيعرف منين ان انتي امه يا مخ خير؟ قلب الام يا حبيبتي. شيخة روحي بنبي. امسكوا تليفون ابو ياسمين اهون. ايه ده؟ هو نسي تليفونه ولا ايه؟ كان فين ده وبيعمل ايه جوه؟ انا مش عارف ايه اللي جوه في ايدي. لا والنبي مش عارف ايه. يلا ده انا هولع فيك، ده انا هقطع لك ايدك جهيا. سبحان الله مش عارف اعمل ايه في صوابعي دول. صوابعك؟ انا مش عارفه ايه اللي اخر بابا كده، وانا ابتديت اقلق خايفه يكون حصل له حاجه. لا 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 انا مش هستنى اكتر من كده، انا راح ادور عليه. هتدوري فين بس يا حماتي؟ محدش ليه دعوه، محدش ليه دعوه. عادل يا ماما ازاي؟ انت خبطت كده ليه يا عادل؟ معلش غصب عني المقله كانت زحمه قوي، انا نسيت الموبايل بتاعي. يا حبيبي. سلام المقله كانت زحمه، ناس واقفين بقالهم 3 ساعات مش عارفين ياخدوا حتى لباية. يعني ايه؟ اوعى تقولي ان انت ما جبتش كل الكميه اللي احنا طالبينها. عيب وده كلام، الكميه كلها اهي. خد اتسلى يا بيبي. سيبك من التسالي وخلينا في الجد يا رانيا. ايه في ايه يا عادل؟ ايه اللي حصل؟ ولا حاجة. ولا حاجة ازاي؟ الشحمة يعني اكيد في حاجة مهمة جدا خليتك ترفض ان انت تاخد حبة اللب السوري دي. اللي انا شفته النهاردة في المقلة ده يا رانيا. شفت ايه؟ احكيلي. جريمة قتل. ايه؟ الناس بتموت بعض على شراء اللب السوري، وانا لا يمكن افوت الحكاية دي بسهولة ابدا. ماذا تفكر ان تفعل يا زوجي العزيز؟ انا قررت اتاجر في اللب السوري. بمقاس ده هجيب لك غدا ايه بقى؟ هات لي ربع كيلو. كيلو هادي هادي. بص انت تدفع لي. سعر الورق البرد اللي انا خدته المره دي يعني اغلى من كل مره. ولا غالي ولا حاجه السعاده. من كل مره